كلمة من قلبي بقى، أنا بحيي قداسة الباب على كل كلمة اتقالت امبارح في العظة امبارح، بحييك يا سيدنا وعارف إن أنت بتقود السفينة بمنتهى الأمانة، وعارف سيدنا إنك ممكن يعني بنجرحك بكلامنا على الفيسبوك، الناس اللي بتعمل صفحات تتكلم فيها عن سيدنا البابا أو يقولك سيدنا ما قالش ليه أو ما عملش ليه، وكأنك سيدنا البابا المفروض كل ما يعمل خطوة أو يقول حاجة مفروض يفتح التلفزيون ويقول للناس كلها هذا الرجل لا ينام من أجل شعبه. أنا لا بنقول كلام مجاملة ولا بنقول أي حاجة، يعمل لكن في صمت. مرة تانية وتالتة وعشرة بحي سيدنا البابا على كل كلمة اتقالت بحكمة وبجراءة وبقوة. تحياتنا ليك سيدنا، وشكرا لمحبتك لأولادك، وده كان رد قاطع على الناس. هقول يمكن على المستوى اللي احنا شفناه هنا امبارح، الناس اللي كانت بتبعت على اللايف بتاع البرنامج هي فين الكنيسة وهو فين قداسة البابا، اعتقد ان احنا حتى اثناء الهواء ردينا على ده ان مش لازم اللي البابا بيعمله كل اللي بيتعمل يتقال، ما ينفعش، مش كل اللي بيتعمل ينفع انه يتقال، لكن حضرتك هتشوف النتيجة وانت بتحسها يعني.